هي القبه اسمها ايه؟ خدمتك سامية. ده انا اللي في الخدمه، انما ايه القبه دي كلها؟ اني هننزل. وهو ده معقول؟ ده احنا لسه الليل واخر. هو انت كنت رايحه فين؟ ما نعرفش. ده انت اسكندرانيه بقى، تيجوا نلعبوا زمالك واتحاد؟ سلام يا جدع. انا عايزك ترقصالي بالقوي قوي قوي قوي. واسمع ولا قرشي، انا عامل كده ما تشربش وبشوف واسمع ولا قرشي، انما لو حد كيدني بفرز واحرق اجمني، لما ازعل ببقى كاني زي الفلفل بالطرشي. هوريك البيتة، هوريك البيتة، هوريك البيتة، رقصني يا جدع. يعني خمسة وخميسة، اللي ما يحبناش يتنقط نقطة، واللي يحبنا يعلى بالنقطة. الحلاوة كلها تري يا حمام، خلي الشوك يتباع. الله سمير، انت غطسان فين؟ دي قابلتي قلبت الدنيا عليك. اهو كده اللي يشتري ما حبش اللي يتفرج. ازازة الويسكي، وهو كده اولاد.
الشنجي والكنجي هتلاقينا كمان ازازتين. احبك يا فنجاني. لو كده الشغل. بقول ايه يا قبلتي؟ على فين؟ احنا صارفين. هروق لك النظام وجاي لك حالا. كده يا قشطة اكون انا كمان روقت النظام. يا اهلا يا ست نواعم يا ست الكل يا قمر انت. مش قوي كده، كنت فين لسه عادي يا الدلعادي؟ اصلي كنت في رحله صيد والصناره غمزت عقبال عندك. ارزاق بقى ست نواعم ارزاق. تعالي تعالي موريها لك. تعالي بس معايا. تعالي بس تعالي. اهي قاعده هنا يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ايه النور اللي هالل ده؟ ايه البدر اللي طالل ده؟ مساء الخير يا ستي. ستي بقى ايه يخسى عليكي؟ قولي لي يا قبلتي. اقعدي يا اختي اقعدي. هي دي بقى قبلتنا كلنا. وانا ما يشتري اتفرج. انتي قبها ومنجاها. ايه يا بنت الحلاوه دي كلها؟ نقاوتي مش اي كلام. دي هيبقى لها مستقبل في الشغل. اساليني انا. انا مستعده نشتغل اي حاجه. نغسل نكنس وبنعرف نطبخ كمان. ايوه الطبيخ اهم حاجه. الطبيخ شغلتنا دي كلها طبيخ في طبيخ. وانا بقى اللي هعلمهولك على اصله. بس عايزه كلامي تحطي حلقه في ودني. اي خدامتك. ومش عايزه غير لقمتي وفرشتي. انت يا بنت انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ هو لسه في عبط الايام دي؟ انت هتتنغنغي سهل يا بنتي وهتلعبي بالفلوس ليه؟ وتلبسي وتشيكي وهيبقى تقلك دهب. اي في حلم ولا في عين؟ يا ماهر من بكره الصبح تنزل تشير لها احلى فساتين في البلد. وعلى اخر موضه. هو الجمال ده بتاع مرمطه يا عالم. ده انت مش عارفه قيمه نفسك. انتوا باين عليكم طيبين قوي. لكن اني هنعمل ايه قصاد ده كله؟ دي بتسال. عندك بقى قابلتك هترسيكي على كل حاجه. ودلوقتي انت تقوم تستريح يا جميل. قومي انا عندي هنا اوضه مخصوص للحبايب. تعال تعال يا اختي تعال. انا مش عارفه نشكرك ازاي. انا وقعت وانت استرقيتيني. طب اقعدي. انا هريحك قوي بس شرط الراحة هو الصراحة. موالك ايه يا شابة؟ متجوزة بقى ولا عازبة؟ لا ده ولا ده. مش معقول تبقى الرجالة عين يدفع ليهم لسه لحد دلوقتي بنت بنوت؟ بس انضحك. الا قوليلي انت اسمك ايه؟ خدمتك سامية. لا سامية ده ما ينفعش. سامية ده اسم سكرتيرة مدرسة. انما في شغلتنا دي يا روحي ما يجيبش تمنه. يعني عايزه تغيري لي اسمي؟ ده يبقى احسن عشان كمان اهلك ما يلاقوكيش. انت مش طفشانه؟ ايوه. لكن انت عرفتي ازاي؟ يا دنيا ده كاس وكلنا شربناه. طب انا لما طفشت من اهلي كان اسمي زناد. ولما طفشت من جوزي الاولاني سموني فيفي. طب ودلوقتي؟ نواعم واللي ما يشتري يتفرج. بس ده ما وصلتلهوش الا بعد جوزي التالت. وانا هسميني ايه؟ اسميكي ايه يا حلوه؟ اسميكي ايه؟ اسميكي ايه؟ هسميكي لولا. لولا الله يمسيها بالخير. هي الوحيده اللي كانت كسيبه عندي. بس يا خساره دخلت الاداب. فين يا مان؟ انت فين يا عليا؟ وبعدين بقى ما تصربعنيش امال. اول مره تقع على وقعه نضيفه. البنت تجنن عجينه يجي منها. طب ايه بقى وبحبح ايدك المره دي؟ يا سلام عليك يا ماهر. انت ما بتشبحش فلوس ابدا. لا مش هتكروتيني بقى المره دي زي كل مره. انا بقول لك اهو انا برضه بكروتك يا ماهر. نواعم انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ وانا ما استغناش عنك ابدا. صحتك. Thank you.
الجمال ده كله، ايه الحلاوه دي كلها يا بنت؟ صحيح يا عمتي لايق عليا عمر، ده انت هتعملي عمايل وتسوي الهوايل. حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. ايه ده كله، ايه ده كله؟ انا مش مصدق عليا. وراني يا سماه، انا في حلم ولا في علم؟ قطيع لبس البوصه تبقى عروسه. بوصه فشرت وانقهرت. امشي الجر على بر، وانتوا يا بنات سيبونا لوحدينا. انا مش فاهمه كده هتقرش مرحتي كده ليه؟ ما تاخديش في بالك، اصله غيار. ايه غير من يعني؟ بس فتحي له عينيكي. انتي بتعرفي تكتبي؟ بنفسه. بس هتبسمني على ايه؟ على الحساب. اصل نواعي مكسوفه منك. الحاجات اللي اشتريتها لك دي كلها ليها تمن. ومش مهم تدفعيهم دلوقتي ولا تبخليش على اللبس، ده هو فيترينه الشغل. بس نعرف كام وهندفعهم امتى؟ يا قشطه ما تتخضيش كده، ده انا ياما بصمت وبكره الفلوس هتجري في ايدك كده. هاتي ايدك. مبروك. خدي امسحي صباعك ونضفيه، وانت خد الورقه دي حطها فوق الخزنه عقبال ما اجي اشيلها. طب بقول لك ايه، ما تديني نمره الخزنه احطها لك انا. معلش يا حنين، اصلي درست قبل كده كتير وانت مش اول دبور. هي دي بقى اهانه لشرفي. انا مش فاهمه حاجه، هو سيناريو يبقى ايه؟ ما تشغليش بالك بالحاجات دي، انت تشوفي شغلك وبس. اقعدي يا اختي كده عشان ارسيكي على البير وغطاء. يا مساء الامزوجي. امال فين المزه؟ الله، انت في المزه ولا في المص؟ بنتك انثى. متزوقيني يا ماما اوام يا ماما، متزوقيني يا ماما اوام يا ياما. القمر على الباب نور اناديله في صحه الانس. في صحه الهلس. النهارده بقى عندنا سمك اسكندراني، انما على مزاجك. اموت في البياس. اوعى تطلع زفره. شبك حبيبي شبك قلبي. يلا يا قبه. يا لهوي يا قبلتي، هي الحيطه بتتحرك. ده باب دكاكيني على راي المثل، داري على شمعتك تقيل. سيبوني يطلع احنا ننزل، اهو الباب ده بقى اللي وصلنا للعز. اني خايفه. معلش اني مش عايزه نشتغل الشغلانه دي. وانت لو اخذت هتغلطي في حاجه، انت هتمصبي يا قشطه. منصب ازاي يعني؟ مفيش راجل هيغصب عليك وانا هجبرك على حاجه. انت غايه ما هنالك هتقعدي تجلسي وتانسي الزباين عشان نكسب المحل. اخ ياني، محدش بياكلها بالساهل يا قبه. يلا بينا. يلا يلا عيني يا بنت. واد يا حيره. لا عمين يا معلمني. بنوره كلن ياك كلن ياك. يا ما هنا يا ما هناك، يا قليل الاداب. يا اختي اضحكي لك ضحكتين، خليهم يفتحوا لك ازازه شمبانيا. وش شمبانيا دي كمان؟ دي هتعجبك قوي، وليكي على الازازه جنيه. زبون يديكي نص دسته، يديكي دسته انت بقى وشطارتك. معلمة وصلت ومعاها الأبهة. حلاوة حلاوة قشطة يا أبهة. إيه؟ بقول لك إيه؟ محدش هيجلسها الليلة إلا أنا، مفهوم؟ بس ليلة افتتاح وكلك نظر بقى. الوسط انا واحم يا موسيكانتي. سلام المعلمين. تعيش يا اكسترا. يا اسكندريه يا ام اللطافه. ايه يا اسكندريه؟ سلام سلام لسوق الخضار بيبس على حلقه السمك. المسا مقبول واطلب تنول. ايه ده؟ المعلم ترياق خيره على المحل وعلى البنات كلهم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ده الف اهلا والف سهلا، ده انت نهارك النهارده اللي هو.
يا حيلة افتح ازازة الشمبانيا. ما تيجي جنب هنا عشان ناخد راحتنا. قبلتي هجيلك انا. هي سابتني وراحت فين؟ احنا هنا مونسينك يا قباه. قبلتي احب الكابوريا. اوعى ارحم نفسك. الحقني يا دكتور انا في عرضة. الحق جبت الفلوس اللي معايا. ايوه ايوه الفلوس. ابوس ايدي. ده عند الفلوس. عند الفلوس اللي عليك. ايه ايه كلها على دايرة القفل. طيب استنى. الفلوس دي طبعا مسروقة. يالا انت مالك انت؟ الحقنة خلصني يا ابو سيدة. بالمعلمة. جبت لك التموين. دي رابع ازازة الليلة. والحساب موجود يا معلمة. ابقى اطلع لي بيه اخر الليل. ولو ما لقيتنيش استناني. اوعى تدي ماهر فلوس في ايده. فاهم. وتحت الامر. مفيش واحدة فيكم تتنقل من عند الكوافير لغاية لما ارجع لكم تاني. فاهمين؟ وانا حامل شعر الشنيور. الكعكة من ورا. سنيور الله يرحم ايام ما كنت بتغسليه بالجاز. انا هعمل مانيكير وبيبي كير. والله وتمدينا ونسينا ايام الحجر اللي كان بيدعك الاشف. وانت يا نولي هتعملي تسريحتك ازاي؟ زي ما يعجبك يا سمير. اني حسب ما تقول. ايه يا لولا ما تاكليش ليه؟ اصل الشرب بالليل بيسد نفسي. كل انت اتفضل. بس ده كتير قوي. متوصية بيك يا سيدي. مطرح ما يسري يمري. يا جميل يا باي. قلتلك بلاش ايدك. انا مش هنقعد معاك. لا انا فاتح ازازتين. هتقعدي يعني هتقعدي غصب عني. اتكل وقعدي بايدي. لا انا ما اتكلش قوانطة. بقول لك ايه انت تفوق لفواك كده برضو. ايوه كده. طب مش دفع الحساب. الحساب بتاعك على الجزمة القديمة. مش عايز اشوف وشك في المحل هنا تاني. بره خرج اللي يجي لكم هنا تاني. محل ما بقدرش الزبون. اطلع بره. شكرا يا سمير. انت اتجننت يا سماهر؟ بتطرد لي زبون؟ سكران ولا ادب؟ عايز المطلوب يا خروب. احنا فاتحينه ايه؟ مش للسكر ولا دول محاسبه ولا عشان حصلت مع البت لولا؟ البنت جديده وفي خوف لا تطفش. مالكش دعوه بيها يا حنين. انا فاهمه شغلي كويس يا حادق. خلاص يا حيلة عملت الاليستا؟ تمام التمام يا قبلتي. هدرجة بدرجة من كل عين زرجة. حقيقي يا قبلتي هليقوا رقصة. يا
كلها كام اسبوع وهتلم على مبلغ يوصل بالطول، وساعتها هنهرب سوا. نهربوا؟ نهربوا على فين؟ انا موضب كل حاجه وهنخلص من النواعم اللي بتبيع فيكي وبتستغلني. ينفع اقول لك هو اني يعني غاويه اللي انا فيه؟ لما انت بتعمل معايا كده ليه؟ علشان لقيتك مش وش مرمطه، وعشان كمان مش هقدر استغنى عنك. صحيح يا سي ماهر. صحيح يا لولا، انا عايز اصلح غلطتي معاك وانجدك من الجحيم اللي رميتك فيه. مش عيب عليك؟ مش مكفياك نواعم اللي يتمناها سيد سيدك؟ لبستك ونضفتك وعملتك بني ادم، تقوم تحط راس انا براس واحده جايبها لي من الشارع؟ هدي نفسك بس، انت اصلك فاهمه غلط. غلط؟ ده انا عدناك وخبزاك، لكن هقول ايه؟ دي للكلب عمره ما ينقام، انا بقى هعرف اربيه. انا واحد اسمعي بقى، مولي اخرس، اخد منك العربيه واقلعك هدومك وارجعك زي ما جيت. وانت اللي مدت لك ايدي وقضيتيها. انا ما عملتش حاجه، انا بس حبيت نتفسح شويه ونشم الهوا. هوا؟ الهوا اللي ملوش دواء؟ وما حلكش يا اختي تشم الهوا غير مع ده؟ انا هنروح لحال سبيلي، انا مش عايزه نقعد هنا. وهو بمزاجك؟ انت ناسيه انك كدبالي واصل امانه ممكن اسجنك بيه؟ هو انا اشتغلت عندك بكام وكسبتي من ورايا قد ايه؟ يعني هنمشي ولو حشتيني هنبلغ البوليس بالمستخبي كله. لا لا، بوليس ايه بقى؟ ده انت كده هتضايقيني انا. انا مش قاعده هنا يعني مش قاعده هنا. ومالي بقى قشطه. اللي مش عايزنا احنا كمان مش عايزينه، واكفى عن خبر مجور. طب اديني الوصل بتاعي. عينيا، وفوق منهم كمان قرشين عشان تمشي بيهم روحي. استنيني جوه وانا جايالك. انتي ناوية تعملي فيها ايه بالظبط؟ مالكش دعوة، ما هي ما جايبك السودة. استناني هنا انا راجعالك. وادي حيلة ولا خشي. ده انا ما صدقت روحي. صوتي يا ناس العوني يا ناس، محدش هيسمع ومحدش هيسمع. قابلتي بتقول لك ريحها بالدواء. عناية دواء ايه اللي هيهدي اعصابك عشان ما تسيبيناش ابدا؟ معقولة بعد ما حد يا ناس 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 يا
مزاجها كويس. انت هتنبسط قوي. شوف مين، واذا كان اي حد من الزباين طرقه مش وقته. يا مسهل، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ابعد الوش يا فيلا. بص عليك لولا، لولا فوق بسرعه، لازم نهرب من هنا. يا لولا فوق يا لولا، لازم نهرب. الحقينا يا بلادي، خدونا يا بنات. ماهر بعد كده؟ ماهر بعد ما اتلطمت ودخت السبع دخات واتشحطت من بنسيون لبيت كل شيء، وعرفت بدل نواعم اعمل اللي قلعان منها، شربت المر من كعاني، وبعدين بقى اتجوزت. ماهر؟ لا، زبون اللي اتعرفت عليهم لما دخلت نفوخه غنى عليا بالجواز. انا قلت له ماله، ستر ومصلحة. وعشتي معاه كتير؟ لا، ما طولتش سنة الأربع أيام. أنا سافرت معاه بلده، وكانت نيتي سليمة وعايزة نعيش، وبدل ما يعملني ست بيت بقى عملني كأني شغالة. وبعدين لا مؤاخذة حبلت منه. صلي على النبي بقى قبل ما تبصي. صلي على النبي. بصي بذمتك، شفتي بنت بالجمال ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، زي القمر. ايوه، لو ربنا اداني العمر وسترها معايا لنربيها على التعليم والادب زي كده. ربنا يوفقك. لكن ايه اللي حصل؟ طلقك واديها لك؟ انا خلصت منه قبل ما نولدها. ايوه، على بكره لما كنت نطلب منه ازازه ازوزه يقول لي روحي اشربي ميه ساقعه، ولما طلبت الطلاق اشتغلني في الضرب والاهانه. رحت على السفاره بتاعتنا وقلت لهم الراجل ده عاوز يسرحني، ما سابونيش غير لما طلقوني منه، ورجعت بس على حساب الحكومه. طب والبنت عملتي فيها ايه؟ وسميتيها ايه؟ سميتها امل من نفسي، ماري ما عنديش امل في اي حاجه. اه، لو تعرفين البنت دي ولدتها فين. Thank you.
ما بقتش عارفة نروح فين ولا نيجي منين. مفيش فلوس، مفيش ناس، ومفيش حتى متوى نلقح فيها جدتي ونريح البيت. ما فكرتيش ترجعي النواعم؟ وده معقول يا مفتحة؟ لكن رجعت لغيرها، بس مفيش قصة رجل تاخدني ببنتي. مين؟ لولا؟ انت فين يا بنت؟ ازيك يا عم سليمان؟ ممكن نقعد؟ ده انت تتفضلي على العين والراس. يا سلام، بس كده؟ هي ايامك تتنسي؟ لكن ايه دي اللي انت شايلاها دي؟ انت خلفت يا خايبة؟ انا تعبانة اوي. باين عليكي، هجيب لك حاجة ساقعة عشان تبردي بيكي. خدي اشربي الف هنا وبشفا، طبعا بتشربيها على لحم كوف. انت عايز الصراحة؟ ما هي باينة ايه، لكن ولا يهمك. انا تعبانة وما نقدرش نشتغل دلوقتي. ما معكش انت سلف؟ لا، هات البت اشيلها لك في الحفظ والصون لغايه ما تطلعي وتنزلي. امرك. شقه 22، انا ما بطلعش حد فيها غير اللي بعزك. حاضر يا زمن، خلي بالك. ولما نزلت بعد ساعه البواب خد مني 2 جنيه، واحد علشان الشغل زي كل مرة، والتاني علشان شلي قبل. كله بحسابها مسمازيل، مفيش حاجة في الدنيا دي من غير تمن. إذا كان كلامي ده حيضايقك بلاش منه خالص. يا لهوي، علشان المأمور يفتكر إني أنا اللي مرضيش نحكي لك. لا لا لا، أنا فعلتك. هو البتاع ده بيشتغل؟ أيوه. أنا لما خرجت من السجن كان عليا مراقبة، يعني لازم كل ليلة نيجي نبات هنا في القسم ونخرج الصبح. تعرفي أول ما استلموني هنا قابلت مين؟ مش هتصدقي يا مزمزيل، والنبي حاجة ولا السيمة. ويا ويا، أهلا أهلا، مساء الخير يا شوش، منور القسم. أنت اتأخرت ليه في ليلتك السودا دي؟ طب رد المساء قول مساء الخير، عبد الله على السلامة. بقى شوف اسمع، معاد المراقبة بيبدأ من بعد المغرب، يعني من ساعة المغرب تكون مزروع هنا بالقسم. بقول لك ايه، ما تخليك حلو مار، ده الشاويش عطية كان بيفوت. انا بقى ما بفوتش، انت فاهم؟ وبعد كده لو اتأخرت هعمل لك قضية واحبسك ليه؟ امشي جرب قدام مني احنا. انا موجود وسداد واطلب الاسعاف يا شاويش. انت كمان هتدي اوامر في بنتك المهببه دي؟ انذار مالكش صالح. يا ايه ما يصالح، البنت دي تبقى بنتي. ماشي قدام، ماشي. يلا يا بنت. حاضر حاضر، هبعت لك بروه في المطبعه. مش كان في ميعاد بينا امبارح؟ تقدري تقولي لي ما جيتيش الكازينو ليه؟ ما قدرتش. ولا هتقدري، ده انت لغايه النهارده مش قادره تكتبي موضوع انت نفسك عايشه فيه، مشاكل الاسر الجامعيه. موضوع سهل وبسيط ومع ذلك كاتباه بشكل يأسف. ده موضوع انا كاتباه بكل احساس. هو فين الاحساس ده؟ انا عايز منطق. هو فين في موضوعك؟ بذمتك تقدري تقولي لي ازاي اقنع قارئ بالاحساس اللي بتقولي عليه ده؟ حاضر، أعيد كتابته. قلت لك 100 مرة أنت محتاجة دروس في صياغة الموضوع الصحفي. أتعلم. أديني سمعت كلامك وخرجت معاك. أنا تحت أمرك. بس هنا ما ينفعش التفاهم. أنا ما أحبش الأماكن المفتوحة. ما كنا في المكتب. ما ينفعش. اللي داخل واللي طالع ده غير التليفونات. اسمع يا استاذ سعيد. استاذي في المكتب، هنا تقولي لي سعيد عشان نقرب من بعض اكتر. زي ما انت عايز. تاخدي ايه؟ تشربي كاس معايا؟ لا
لا انا ما بشربش. يبقى 2 بيره. عصير برتقال من فضلك. يبقى 1 بيره. ايه اللي بتعمليه ده؟ في ست في الدنيا تطلب طلبها من الجرسون؟ تبين عليك لازم تاخدي دروس في حاجات كتير. اتعلم. تسمح بقى ندخل في الموضوع؟ انا عارف انت عايزه تقولي ايه. الموضوعات بتاعتك بشطبها علشان ما بتعجبنيش. مش معقول كلها. طب ده اخر موضوع كتبته. انا اللي اقول كويس ولا جبت؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ فلوس؟ شهره؟ مجد؟ بابا ما سابنيش محتاجه، وماما عندها اللي عايشنا مرتاحين. انا عايزه اسمي على صفحات المجله بالبنط العريض. من حظك انه ده في ايدي انا. شيرز. ما تيجي نقوم عشان نعرف نتكلم. هو في ترابيزه حولي ده. والله وحشين يا بنت يا لولا. يا سلام، يعني كنت دورت عليا؟ نوام حبستني، اتهمتني بسرقه الخزنه بتاعتها. ظلم وحياتك. طبعا ماني كمان اتحبست ظلمه زي. عارف، ما انا سالت في الاسم وقالوا لي. انما انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ لسه في الكار؟ تشربي ايه يا لولا؟ ازوزه. ماشي كلام. يا متر اتنين ازوزه وهتولد. هو انت لسه؟ ايوه يا لولا، انا لسه عايزك تبطلي شغل. انت تقعدي بالبيت في البيت وانا هصرف عليكم، وانا بقى قد القول. بقول لك ايه، انا ما بقتش كروتيا زي زمان. الكلام ضربت دماغ ولا بتحبني كده؟ طب تذكر يا متر. شكرا. بكره الايام هي اللي هتجاوبك يا لولا. في حد يشرب قهوة بالليل؟ ناس تشرب كونياك، ويسكي، شمباني، والمبتدئين يشربوا بير. ده انت حتى ما وصلتيش الابتدائي. معلش، بكرة اتعلم منك. اهو كده، انا احب التلامذة اللي يفهموا بسرعة، وانت باين عليك ذكية. انا هدوقك قهوتي. طول النهار في المجلة قهوة وشاي وشاي وقهوة. لما الواحد بقت معدته قهوه بلدي، الويسكي هو اللي نعلش. انت ما اتجوزتش ليه؟ ظروف ما احبش اتكلم عنها. انا سمعت انك زمان كنت مسجون سياسي. ده كان زمان، زمان قوي. انا اسفه اذا كنت فكرتك بذكريات مؤلمه. كنت جاهل وعلموني في السجن محو الأمية. انت باين عليك تعبت قوي. انسى الحكايه دي زي ما انا نسيتها. انا دلوقتي ما بفكرش غير في حاجه واحده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه اصله ده؟ اديني سجاره من فضلك. ايه؟ ما انتش حين عليك العلبه؟ تديها لي بالجمله وتاخديها بالقطاعي؟ اتفضلي. مالك يا مزمزيل؟ مش مزمزيل برضو؟ فين ابتسامتك الحلوه؟ اعتبريها روج وما تشيليهاش. هنقابل ناس مهمين يرفعوك السما باشاره واحده. وايه المطلوب مني؟ بكره هتشكريني اني بقدمك لاهم مستويات البلد. ما تنسيش في جوه ناس مهمين وتعبانين طول النهار. هابي، اهلا وسهلا.
وسهلا. ليلى يا اخي استنى لما نسلم على القمر الاول. اهلا بالشياكه والجمال. اتفضل. هاتي ما يجيبش معانا الحاجات الحلوه. على فكره ليلى غاويه دايما تقول لي سعيد يا هاتي، اصلها بالترجمه الانجليزي. مش وغيره عامله تلمستي لكن شاطره قوي. ليلى هاني معادي بيها اصحاب البيت. دي عبله هي اللي صاحبه البيت وصاحبتنا من دلوقتي. عبله بليز فيل ات هوم. دلوقتي انا الضيفه وانت صاحبه البيت. شمبانيا ولا ويسكي؟ اي حاجه. يبقى شمبانيا. اسكت اسكت، ما سمعتش عن فضيحه ثانيه هانم في المنتزه؟ وصلك الاخبار؟ عن إذنك. معقولة واقفة لوحدك؟ غلط مش كده؟ محدش بيطلع من غير سلالم، الناس هنا كلها أسانسيرات، أقل واحد فيهم بيعمل إعلانات بكذا ألف جنيه في السنة. عليك. اسمحي لي بالرقصة دي. ما بحبش أرقص. يلا نروح. عارفة يا ماما، عارفة كنت بفرح بيكي وانا بسمع صوت مفتاح الباب وانت داخلة عليا بالليل. مش ناسية يا امي، فاكرة اني لازم احققلك كل احلامك. حاضر، هعمل كل اللي انت عايزاه. انا عايزاكي قد الدنيا، عايزة كل الناس تتكلم عنك وتقول بنت انعام نجحت وفلحت. عايزاكي جورنالجية قد الدنيا. صحفية يا امي، صحفية مش جورنالجية. صحفية جورنالجية مش مهم، المهم تبقي قد الدنيا. اهل ابوك اللي زعلوا مني يوم ما اتجوزني وقالوا اتجوز فلاحة جهلة، عايزاهم يعرفوا ان انعام الفلاحة الجهلة دي عرفت تربي، عرفت تطلع بنت احسن من 100 راجل. ايه لعب العيال اللي بتعمليه ده؟ انت عارفة يعني ايه تمشي من غير ما تستأذني؟ مفيش راجل معاكي تقولي له انك مروحة ولا انا مش باقي عيني؟ انت كنت مشغول مع ليلى هانم. والمشغول ده مش هيفضل. ما حبيتش اضايقك. انت باين عليكي مش هتتعلمي ابدا. انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ عايز تتعلمي وصول الزول اتيكيت. مش كفايه مش قادره تكتبي موضوع علم؟ يبقى لا صحافه ولا زول. ارجوك انت كده بتهني. انا اللي بهينك ولا انت اللي بتهيني نفسك؟ شوفي اتعلمي الناس بتعيش ازاي.
هتفضلي طول عمرك خام. انا عايز اخليكي اكبر صحفيه في مصر. وهي دي الطريقه؟ هي دي طريقتي ودي اقصر طريقه. عملت نفسك ده؟ كان عندك ماتش باسكت؟ لا كنت بذاكر ولما معاد جاي جيت لك على طول. شفتي بقى مين اللي ما بيفرقش بين الشغل والحياه الخاصه؟ بذمتك ده شكل واحده ست؟ نفسي افهمك مش قادره. عايز اعرفك مش عارفه انت ايه؟ مفيش اي حاجه بتعجبك؟ ازاي بقى؟ في حاجات كتيره بتعجبني. وانت ما فكرتش بتعجب مين ولا رأي الناس فيك ايه؟ 99% من قرائي بيحبوني. مغرور. قلتي حاجة؟ واللي مش 100%؟ علشان ما بقاش مغرور. يا ترى ليك أي ملحوظات على موضوع الأخير بتاع المرأة في صناعة السينما؟ ده أقل موضوع ليا فيه ملحوظات. بدل العقد. ايوه يا ستي البلاش كتر منه. تدالي باليمين وتاخدها بالشمال. متاسفه رحت بعيد قوي. خلينا في موضوعنا. مهر عمل معاكي ايه؟ اخدني انا وبنتي من اوضه فوق السطوح كان مسكني فيها عم سليمان البواب ووداني على شقته. وهناك الدنيا اتغيرت في يوم وليله وابتدى الحظ والفرفشه. انا عمري ما كنت سعيد بالشكل ده. انا عايزه منك خدمه. خدمه واحده بس؟ ده مليون خدمه كمان. انت بس تأمري. بلاش انت بالذات تقول يا لولا، ده اسم كار الهم والشق. لكن انت حبيبي يا سماهر. عندك حق. حاضر يا خص عليك. انت نسيت ساميه يا سوطل. سوطل؟ ده انا عمري ما حبيت بالشكل ده. مع انك ديك وسط فراخ. عمرك شفتي فرارجي بتصعب عليه فرخه وهي بتتذبح؟ طيب اشمعناني؟ مش عارف، يمكن لانك الحاجه الوحيده النظيفه جوايا. قبل المغرب بشوية كنا نسيبه أمل مع صاحبة البيت وننزل نروح القسم في ميعاد المراقبة أكننا مستخدمين رايحين الوظيفة. سماهر كان مخلص قوي في شغله يا مسمازيل، ما كانش يطمن إلا إذا عمل كل حاجة بنفسه. كان واخد الشغلانة جد قوي.
كان يرجع لي كل يوم بخمسين ستين جنيه. تصدقي كل يوم؟ الله جهتنا امسك الخشب بس ده ما كانش مخلي نفسي في حاجه لا انا ولا بنتي. امال ايه اللي حصل؟ كان اسعد يوم في حياتي. لولا 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 ازيك ست الحاجه؟ الله يسلمك يا ابني. امال لولا فين؟ خرجت من بدري. خرجت راحت فين؟ معرفش، ده انا حتى من ساعتها قاعده بالبنت وسايبه شقه تضرب تقلب. طب كتر خيرك يا ست الحاجه، سيبيها لي انا هاخد بالي منها بقى. هي رضعت وغيرت واتدلعت كمان. متشكر قوي يا ابني. العفو يا ابني. شكرا، مع السلامه. الله يسلمك. ايه الكتكوت؟ ايه اللي يخليها تسيب بنتها لوحدها كده بس؟ مش عارف راحت فين. مبروك يا مدام. صحيح يا دكتور؟ بس لازم تخلي بالك من نفسك شوية. أنا هكتب لك شوية مقويات، الأولاني ثلاث مرات بعد الأكل، والتاني حباية واحدة كل يوم، وعايزك تفوت عليا مرة كل شهر، وأوعي تنسي تاخدي لبن على قد ما تقدري. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية. يا كوتش ها؟ يا كوتش كنت فين يا بنت؟ ايه؟ غيران عليا؟ ردي عليا كنت فين؟ الله بطل جوز معاه ده. بقول لك كنا في مشوار. مشوار ايه؟ هو ايه اصله ده؟ مشوار من مشاويرك. كنا عند زبون. زبون يا واطيه. اسمع الله سبت لك العلالة، يعني ده جزيرتي اللي قلت نساعد في مصروف البيت. حد قال لك اني محتاج مساعدة من حد؟ ها؟ انا هعدلك واروح اجيب لك. انا قصرت في حاجة يا بنتي. خدي عليا، انا قصرت في حاجة. حرام عليك يا سيدي. حرام عليا، حرمة عليك يا ودي عايزة كلام يا عبيطة؟ ده النهاردة عيد وأسعد عيد كمان. صحيح يا سمير. اقعدي تعالي استريحي سامحيني، ده أنا أستاهل قطع إيدي. قولي بقى الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ ولد ولا بنت؟ قال لي زي ما سمير عايز. انت عايز ايه؟ ولد طبعا عشان ياخد باله من اخته. ماشي سيب الحكايه دي على ربنا وعليا. انا لا يمكن نهز عليك حاجه ابدا. بس انا عايزه يطلع جدع. يطلع محترم. مش زي ابوه. ما تقولش كده يا سمير. ده ابوه احسن راجل في الدنيا. هان عليا دلوقتي اموت نفسي. ما تقولش كده يا سمير. هي الدنيا من غيرك تسوى ايه؟ الدنيا من غيري تنضف. انت عارفه مين اللي عودني على الكار ده؟ ابويا. ابوك؟ ايوه ابويا. كان راجل صاحب مزاج.
كان بيبعتني بالهدايا والمواعيد لرفايقه من ورا ظهر امي طبعا، ولما كان يتبسط مني كان يديني فلوس. لما نجحت في الاعداديه ما اتبسطش قد ما كان بيتبسط لما اعمله اللي هو عايزه. لما بوظت ما زعلش قد ما كان بيزعل لما قصر في حق مزاجه. ولما مات مات مفلس وحصلته امي وما سابليش غير الصنعه دي. بس انا لا يمكن ابقى زي ابويا، لا يمكن اخلي ابني زيي. انا عايز انضف من اللي انا فيه، عايز انضف من جوايا. انا حاسس اني بتخنق. حبيبي يا ميل، يا حبيبي لحظه واحده، الشريط خلص بس معايا غيره. ملوش لزوم وفري، انا حكايتي خلصت لحد كده. يا زوجتي انت بتعيطي يا مسمزيل؟ مفيش حاجة، يعني الكلام ده حصل قريب؟ مفيش اسبوعين، وسيماه طلع جدع كتب كتابه عليا وخلع المدكار، مع ان السوق طالبه والشغل كده اهو. وبيشتغل ايه دلوقتي؟ لسه من غير مؤاخذة بيدور على شغل، بس ربنا موجود ومكان على المرابة. خلاص انا ما فاضليش غير شهر وهو ست اشهر، يعني خلاص هانت وهتتعدل قوي. ربنا يوفقكم. تسمحي لي اساعد بحاجة؟ المساعد ربنا. انا بس عاوزاكي تكتبي لي في الكورنال بتاعك كلمتين، تقولي للعالم ده كله ان ياما في الحبس مظاليم. عندك حق، وياما في ناس عايزة الشنق. مع اني قلت له سيبك منها، دي خربت بنوك وحطير المراس كله. فرحان قوي حضرته انها رقصه مشهوره وده منظر بيها قدام الناس. اتفضل. يا ريته كان عارف بنت صغطوطه اموره زي اللي كانت معاك اخر مره. اللي هي راحت فين؟ اخبارها ايه؟ معرفش، بقالها اسبوع لا حس ولا خبر. لا بقى ده انت نايم على ودانك. انا بقى عندي الخبر الاكيد. زيت زيت. نعم. اللي عطاك يعطينا. ايه الغلطه دي كلها؟ كاتبه الموضوع سعادتك وبعتهولي ما اتفرجش. مش عايز اشوف وشك. يبقى الموضوع مرفوض. استغلال نفوذك؟ ده موضوع مش مناسب للعائلات. في ناس محترمين بتاعه وعندهم بنات. انت اللي عملت الاتصالات وسيبت لي مربي البنت. ده اقتراحك ولا نسيت؟ ما كنتش فاكر انك هتكتبي بالوقاحه دي. انت اللي بتكلمني عن الوقاحه وانت اللي فهمتني وصولي عن طريقك. طيب انا هروح لرئيس التحرير. ما تتعبيش نفسك. رأيه من رأيي. وحضرتك طبعا اللي أقنعته، مش كده؟ وقلت له كمان إنك ما تنفعيش صحفية خالص. نبل حقير. ده صحيح، لكن هتعرفي تقنعي إيه اللي خلاني أعمل كده؟ للأسف لا، لكن الموضوع هيتنشر هيتنشر، وعليه اسمي بالبنت العريض. وازاي ان شاء الله؟ باسلوبك يا استاذ. مش بتقول اني تلمستك وشاطر قوي؟ هتشوف. بس كده؟ ده رئيس التحرير بتاعكم ده يتمنى رضايا. ده انا شركاتي بتعمل اعلانات في المجله بمبالغ تسمح لي بتنفيذ اي طلب. طب كلمه في التليفون دلوقتي، اهو بيسهر في المجله ومش بيروح قبل نص الليل. طلباتك اوامر. الو، مساء النور. اهلا اهلا زيد بيه.
الله يخليك. لا ابدا، بس انت عارف المشغوليات. لا ابدا، مفيش ازعاج ولا حاجه ابدا. افندم، لا تحت امرك. انا اصلي عندي حمله اعلانيه هتتكلف كتير، وطبعا مش ممكن اديها لمجله غير مجلتك افندم. لا لا لا، مفيش داعي تبعت لي مندوب، انا ليا واحده هبعتها لك يعني تقريبا كده. قريبتك من بعيد؟ قريبتي من بعيد، ولحسن الحظ انها ضمن المجموعه اللي بتتمرن عندكم، اسمها عبله. انا هبعت لك معاها كل التفاصيل وشيك اول دفعه، بس وحياتك هي كمان لها خدمه عندك انا وعدتها بيها. ده من عشره طبعا، ولا انا ماليش عشره؟ ارحمي نفسك شويه من المذاكره. انا مش بذاكر يا امي، انا بكتب مقاله هتهز الدنيا. بنتك هتبقى اشهر صحفيه في مصر، لا في العالم كله. عبد الفتاح يوسف تكتب لكم من امريكا، من المانيا، ومن روسيا كمان. عبد الفتاح يوسف حول العالم. وانا هلف معاكي مش كده؟ بس يا بنتي ده انت كده تبقي مش ناويه تتجوزي وانت قاعده تتنططيلي من حته لحته. بس وزير عبد موجوده؟ ايوه يا بنتي اتفضلي. ساميه خير؟ في ايه؟ رحت لك المجله بتاعتك، وبعد ما دوخوني السبع دخان ادوني عنوانك هنا. بنت حلال، ده انا كنت لسه بفكر فيكي. الحقيني انا في عارتك، سمير مش لاقياه. ماما من فضلك اعمل لنا شاي. من عينيا. طب اقعدي، اتفضلي يا مدي. اهدي اهدي وقولي ايه اللي حصل. نزلنا سوا من البيت، رحنا القسم زي العاده، هو راح ينفذ المصاريف اللي عليه وانا دخلت الحجز، وساعة ما جينا نروح ما لقيتوش، بشوف في الشارع زي المجانين. رحت البيت سألت عليه قالوا لي ما جاش. دي فعلتك يا مسمز العبلة. طب اهدي بس، ما تعمليش في نفسك كده. تاني ما صدقت اني اتسديت واتلميت وبقيت ست محترمة، يوم تحملني في شربة مية ده لا يمكن ابدا. انا هعمل جريمة. الدرجة دي بتحبيه يا سامية؟ اللي بحبه ده اللي وسعت نعمل اي حاجة بس يرجع. انا ما قدرتش ان احنا بلغ البوليس ليكون، لا يمكن نعمل حاجة. ده وعدني يا مزمزيل. اعملي معروف، اعملي معروف، شوفي صرفة. نفيتي ايه بس؟ لو سمحت يا انسه رجعيه تاني للي بعتك بيه. انت ازاي عاوزه تنتمي للصحافه وانت مش فاهمه قد ايه الصحافه دي مهنه شريفه وليها احترامها؟ اصل الحكايه، اصل الحكايه انا عارفها كويس وفاهم كل اللي حصل. انا كنت عايزه. عايزه ايه؟ عايزه فضايح؟ انت حره، بس احب اقول لك اني حاولت الاستاذ سعيد للتحقيق، وطبيعي المجلس الاعلى للصحافه هيقرر فصله. تحبي احول لك انت اخرى معاه؟ لا ارجوك. لازم تفهمي يا شاطرة ان فلوس الدنيا كلها ما تقدرش تشتري ذمة صحفي شريف. فلوس الدنيا كلها لو اشترت كل حاجة ما تقدرش تشتري الصحافة النظيفة، ولا تبقى كارثة يعني البلد تخرب وتنتهي. حضرتك فاهم غلط. بالعكس انا فاهم صح، وعارف سعيد وزيد وامثالهم كويس، وما تختار تبقي معاهم ابقى عرفت كويس. وللأسف أنا ما أقدرش أقدم للصحافة مثل هذه النوعية. أنا كل اللي كنت بحلم بيه إن اسمي يتنشر بالبنط العريض. اسمي يتنشر بالبنط العريض عن طريق الصبر والكفاح والجهاد. ما أنت ليك زميلاتي شرفوا، وتقاريرهم تعتبر مثال للقيم الصحفية الأصيلة. أما أنت، أنا تحت أمرك في اللي تؤمر بيه. بره. يا فندم. اتفضلي بره.
مامي يا ماما يا ام. ازيك يا هيله؟ وحشتني. وحشتك. طب اديني واحد كونياك دوبل. كونياك دوبل؟ تبقى ناوي على الشر. بالعكس، ده انا جاي وانا قصد كل خير. كده؟ طب خير. فين يا حيلة؟ انا هنا يا ابن الحلال. مفيش كده في الدنيا. ما تتفضلي معانا يا ست لون. ثانية صابر ولسه صابر. خليك صابر على طول. بقول لك ايه؟ تمام. يوه، هو انت معرفتكش من البهدلة اللي انت فيها. ما كفايه تعطين بقى يا نواعم، انا غلطت ودفعت ثمن غلطتي. وجاي بقى تجر ناعم ولا تقول شكل للبيع؟ انا جاي اقول لك حقك عليا. خاين وحرامي لكن اخلاق. ما كفايه بقى يا نواعم، انا ما جيتلكيش غير بعد ما اتبهدلت واتمرمطت وعرفت قيمه اللي انا كنت فيه. كده بس انت وحشتيني قوي يا نواعم. قوي؟ كنت بتفتكرني في الزنزانه وانت نايم على الاسفلت. سنتين طوال عراض كنت بفتكرك كل ليله انا واعي، وانتي ما افتكرتنيش. افتكرت غدرك بيا. وهو انت اللي عملتيه فيا ده شويه؟ انا اقدر دلوقتي باشاره من صباعي اخلي اللي يضربك واللي يقتلك كمان. وهون عليك يا نواعي. ما اعرفش راح فين وما جاش يسلم نفسه في ميعاد المراقبه. يعني معناها يروح السجن تاني؟ يمكن حصلت له حادثه. ما بتشهد عليه. يو يا اما شاف بشوفة يا ماشي في الطريق البطال. يا لهوي يا شيخ اصفر بوقك يا بتي. قولي لي، طول الفترة اللي فاتت كان في حد غيري؟ انفر باليومية كده، لكن ما عينتش حد على درجة. على فكرة انا جايلك بقى ودماغي كلها افكار هتكسبك دهب وهتعوضك عن الايام اللي فاتت. افكار ايه يا ابو الافكار؟ يعني هيكون ايه غير المحل والعياد؟ شغل الجملة يا صغيرة. انا اتعرفت في السجن على معلمين كبار كبار قوي من بتوع الصنف، بدل الحقنة والاتنين والكلام الفارغ اللي ما يجيبش تمنه. يعني هرب من المراقبة ومن يعني كمان؟ هدي نفسك يا بنتي. الغايب حجته معاه. ادور عليه يكون كرامة حاجة. ادور عليه يكون معاه. عشان يا اختي ما تقوليش كده. يا ستك يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قالوا كان بيحبني. يا لهوي بالك يا لهوي بالك يا سامية. قالوا لي صدقته. طب ويفضلك يفضلك يا سامية يفضلك وانا وبنتي. يا لهوي اخطى عليك يا مان شوف المعلمة جاهزت ولا لسه؟ قابلتي جاهزة من الصبح ومستنياك انت والمعلم قرنفل. بقول لك ورد يا ابني ورد. يو يعني مزروع في جنينة؟ جرايه يا راجل، ما كله بريحة. طب يلا بينا الشغل وجب. ماشي يا عظمة هنشتغل. بعد ما ترص الصناديق اوعى تسيب باب المخزن مفتوح. حاضر. المعلم اللي هيجيبه ماهر النهارده ياخد 20 صندوق. اهو ده الشغل اللي يملى المخ. بصراحة كده الواد ماهر ده طلع آخر جدعانة. جدعانة؟ هو في جدعانة في الزمان ده؟ أهو كله يا أخويا بحسابه. ورق الحاج السكة. حاضر. اتفضلوا. ازيك يا تمر حلمي؟ الله يكرمك. افتح. الجنينه وصلت. اهلا وسهلا. اهلا بسيد المعلمين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. تعجبني الهمه يا ست الكل. فلوسك جاهزه يا معلم؟ مال كل شيء جاهز والحمد لله. يلا ولا حركه. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا حركه. عملتها يا ماهر الكلب.
قصده. تمام يا فندم. محدش يتحرك مكانه. تمام يا فندم. اتحفظني على كل المظبوطات. حاضر يا فندم. وانا اللي افتكرتك قلعت مكتئب. ولا اقدر استغنى عنك ابدا يا ساميه. انت هتاخد مكافاه قانونيه عباره عن نسبه من ثمن المخدرات اللي انضبطت. ده هيبقى مبلغ كبير قوي. انا مش مصدق وداني. هي الحكومه بقت بتدفع فلوس اليومين دول. هتعمل بفلوس ايه يا ماهر؟ هديهم لساميه طبعا. هو انا عندي عز منها؟ وانا كمان هنرجحه له تاني. اني ما عنديش عز منه. انا هكتب لكم مذكره تساعدكم في المحافظه وهطلع لكم رخصه محل تجاري تبتدوا بيها حياه جديده. رخصه بوتيك يا سعاده البيت وهنسميه بوتيك امل. اخس عليك امل بس. طب وابنك اللي انت هتسميه ايه؟ هنسميه مرزوق علشان نرزق بالاسم. يا واد انت وهي بطلوا اللعبه تكسروا لوح الازاز. ما تيجي يا سامي تشوف العيال عاملين ايه؟ يا واد قلت بطل لعب انت وهي.